العيشة محتاجة لنفس يا راحة زورينا مرة وبس. العيشة محتاجة لنفس يا راحة زورينا مرة وبس. عايش سفري شيب شعري طول سفري وانا شباب. عايش سفري شيب شعري طول سفري وانا شباب. علشان تعيش مشيها سفري بأي شوق، الفرصة زي العيشة سفري مع الكل. علشان تعيش مشينا سفري بأي شوق، الفرصة زي العيشة سفري مع الكل. اسمي شادي 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 اسمي وادي 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 وأنا في وادي 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 محامي وعندي تاكسي يا أستاذي. أنا شادي خريج حقوق من وضع البلاد مخنوق. انا شادي شادي خريج حقوق من وضع البلاد مخنوق. عايش سفري شيب شعري طول سفري وانا شباب. علشان تعيش يعني أنا مريضة مريضة بموت بموت يا بطني. سهير سهير مالك؟ ايش في بيك خير مالك؟ أنا مريضة مريضة بموت بموت. سلامتك. طيب ايش في بيك مالك؟ راسي راسي وجعني وبطني ودوخة وغاتي. وليش ماسكة البالدي يعني؟ كان سطر شبه منول. الله يجزيك العافية. قدرة واحدة قدرة. لحظة قلت لي في بيك غاتي ودوخة وبطنك توجعي. أخيرا. شوفوا شوفوا أنا مريضة بموت ويعمل لي طرزان. افتهملي افتهملي انت ايش في بيك؟ انت مش مريضة يا سهير مش مريضة. انت حامل. صدق؟ حامل بتجيب لنا قنازع صغار كذا حبوبين عيال حلوين كذا شبهونا. حلو حلو حلو. هذا افتهملي افتهملي انا افتهملي انك حامل. من قلك من قلك؟ يبان 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 عليك. بعدين ما تشوفش انت ايام لما يكون كذا في التلفزيون البطنه كذا تجيني عم تقول لي بطني توجعني شو يعني الحركات هذه مفهومه مفهومه اني حامل. شوفوا شوفوا على رجال معياني. انا يقول له مريضه بموت ويقول لي افلام. امشي امشي خلاص امشي 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 بوديك عند دكتور عشان نتاكد. امشي. راسي راسي وقعني. يلا يلا امشي امشي امشي. يلا لحظه مسكني مسكني بدوخ. يما يا راسي مريضه بموت. جادي. ايوه واقي واقي واقي. هلا بس يا سهير بس شو الناس كيف تفرقوا له عندك؟ خزيتي ابن احنا انت والبالدي حقك هذا. ذكرتني دكتورة دكتورة خذ. عفوا يا دكتورة بس احنا لحقناك للعيادة حقيقة قالوا راح الطوارئ رحنا الطوارئ ما لكش يعني قلنا معلش احنا عملنا الفحوصات الفحوصات ونشوف شوف ايش ايش الوضع. ها خير؟ ايش؟ ها استنى بس دقيقة. ليش ايش فيه؟ دي الكلمة دي الكلمة. مالها دي الكلمة؟ كنت ذاكرها لي بس نسيت. استنى استنى خليني ذاكرها. مش غريبة عليك يعني؟ استنى
جيبي جيبي يعني اني أنا خريجة إنجليزي على فكرة الأولى على الدفعة. أيوة الآن بس تجيب الكلمة إيش معناته؟ ما شاء الله سهير سهير حافظ كل الإنجليزي الحمد لله. شوفي كيف ها؟ واو إيش في؟ إيش طلع؟ لا يا شادي لا الكلمة دي ما جتش عليها أني شكلها السنة دي جديدة 2014 ها؟ أيوة ما شاء الله. معلش دكتوره ممكن تتصرفي يعني تستخدمي اي وسائل مثلا ادخلي جوجل ابحثي اعملي لو في معك سمارت فون أيوة. ممتاز ممتاز الامر وصل الحقيقه الحمد لله الحمد لله الحمد لله زوجتك طلعت مش حامل سالك بالله والله مش حامل لا مبتسمه انا مش حامل تتشفي شكلك شي تكون الثانيه مالكم بس عيب بس دحين اكيد اتاكد اذا يكون الترجمه غلط ولا تكوني نسيتي عندك مش حامل لا 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 كذف على ببي بالمستشفى جيب لك طبله كمان تطبلي مش حامل بس بطبل بوقك بس طب يا دكتوره ايش الحل والله في حل بوصيكم عند دكتور مختص ما شاء الله عليه منو ده الدكتور بتكوني سمعتي عليه مسعود ابو الخدود طيب كيف نروح له ده ومتى نروح له بالضبط بكره ممكن الصباح تروحوا له عادي طيب ان شاء الله خير طب دكتوره ما فيش حاجه الان قبل ما نروح نعملها ولا شيء يعني والله دحينه ممكن تشلوا بقشكم وتروحوا الطوارئ وتدقوا له دريب ولا ابره ولا اي حاجه دوره تتقازز بهبله بالبالدي وشلوا بقشكم دكتوره معلش عن الملافط سعد يا مريضه مريضه يا شادي راسي وجعني مريضه مش محتاجه الاثباتات والدلائل والشهود انا قد من حاجه بنايك مستشفى خاص دفعنا فلوس ودم قلوبنا بدون ما نعايرك بدون ما نقول كلمه تعايرني يا شادي تعايرني اصمم امك من امك يفطون فطوا خلاص اهدئي الان بيقول لك الممرضين الممرضات بيسووا لك الدريب بيدقوا لك ابره بيقولوا انك تبتسم 24 ساعه ملائكه الرحمه الان بيوصلوا أوه وصلت واحدة من ملائكة الله هي من المريض البلدي بيدي من بيكون أنا أكيد أنا مريضة بموت طيب قالوا إني أركب لك مغذية مد يدك بموت جدي لا وجهك لكن بطنطني لو ما مديتش أنا اللي بموت بصراحة أنا شايف إنه هذه يمكن المديرة أصحاب المستشفى يعزون إحنا جدا نزلوا المديرة بكل الدقة لك يلا خلصوني يلا 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 خلاص الآن يا أستاذة يا مديرة دحين بن خلاص مدي يديك ويا شادي بتاكله معلش مش مشكلة ضحي تفضلي هذه يدي اربطها عادك ما ربطتها ماشي ايش اربطها بتبحث ثاني أصلا خلاص ها ربطنا ها ذكر ربطنا وين الوريد؟ طلعي الوريد والجواز حقك والبطاقة والإقامة هاتي ما قلت ليش طرحته بالبيت شوفي دي بلا أدب بصراحة تقولون لأن دي طرح الوريد حقي دخلت البيت يعني شوف بصراحة أنا جابوني من برا عشان أضرب الإبرة ما دورش على وريد أبغى الوريد جاهز بسرعة جاهز ولا لا؟ جاهز الوريد يلا مش جاهز الصدق مفصل بصراحة مش جاهز الوريد يعني إيش نسوي له الحين نروح به شوف لك حل يا تطلع الوريد يا تناديني لما تلاقي الوريد خلاص ان شاء الله احنا لا تزعجيش حضرتك يعني روحي اشربي لك النسكافيه حقك بالمكتب حقك انت المديره صح لا ممرضه ممرضه مديره الممرضات مديره الممرضات طلعت ممرضه خليني اهبله بالبالدي ما في خلاص احنا اسفين جدا زعجناك خلاص روحي انت روحي ارتاحي لك وركبي الدريب ونحن لما نلاقي الوريد بنكلمك ما تنساش ما تناديني الا والوريد ان شاء الله لاقيك الوريد يوجعني انا بموت مريضه يا قد بموت ولا شر عليك يا حبيبتي ايش اللي حصل لك ايش اجالك من فين اجالك المرض زوجك شادي اجى ودقدق علي الباب فقع علي بنتي الحمد لله على سلامتك الله يسلمك يا قد سحبني شادي امس المستشفى ودخلنا الطوارئ وعملوا لي فحص كنت احسب نفسي حامل لكن طلعت مش حامل والمريضه في علبي كده دخلت المستشفى لا حول ولا قوه الا بالله راسي وجعني الله بيشفيك يا حبيبتي الله بيشفيك قلبي يوجعني عليك ايش بسوي لك ايش اسوي والله ايش بقول لك يا حبيبتي سوي لك مر وصبر وشافة الجن هذه حق شايفة وتفاح الجن وفوريهم مع بعض واسفخي شايفات أنا مريضة بموت يا ويه فينكم آه صلحوا دولة أهلا وسهلا
اهلا وسهلا بام شادي، حيا ومرحبا. من فتح لي الباب؟ من فتح لي الباب؟ بردتش عليك، انا مريضه. من فتح لي الباب؟ بيت اختي. اورسي ويا الله يديرنا، الله يستر علينا، بس الله يستر علينا. اسكت اسكت يا اخي زران، يقول لك نعم اليوم تن الا وباء، وباء خطير. الله يستر الله يستر. اسكتي، نعم المستشفيات مليان كذا، المستشفيات لا، ومن دخل المستشفيات نعم خرج ثاني على القبر. الا كيفك سهير وحنين ام شادي، اتصل يبكي قال الحقي الحقي سهير، غضب النزع الاخير. نعم نعم سهير، نعم مرضك خطير ما فيلوش علاج. شوفي يا عمه، شوفي شوفي، انا مريضه مريضه بموت، مش ناقصه حقيقه المناقره هذه الساعه. اوه راسي، اني انا اناقر سهير حبيبه قلبي. يا سهير، اني لا اقدر الا اشوف النظره الاخيره، أملي عيني، يعلم الله شكله نحن بعد ما نشوف بعض يا سهير. صدقك والله صدقك، قد اشتريت الدرع الأسود أني عشان ألبسه يوم جنازتك إن شاء الله. بلا بس بس بس، خذيك مريضة وعادك كمان تناقري، عيب عليك يا أختي. هذه مرة تبينك مريضة وأجيتي تزوريها، ولا أجيتي تناقم وأنت، عيب الناس بتضحك عليكم. أنا ناقم الله يسامحكم. اللي فين شادي؟ شادي؟ أجل عندي دقدق علي الباب مستعجل، قال اطلعي عند سهير مريضه وبهيله، وانا بروح قليل بشتغل معي فوق التاكسي وبرجع. قلت له هيا يا ابني معك وانت راجع، قزع لي غصن مشموم بصلحه فوق راسي. فنقه فنقه. طيب يا زران، احنا بايش وانت بايش؟ الله يصلحك. استغفر الله استغفر الله، لاني اصلا كنت اشتيه، يعني قلت يلا انا نمت بالحق، اشي يجي معي السوق اشتري لي درع اسود مع ملتمه سودا، كمان شدا يشتي لها قلبيه سودا مع مقرمه سودا. ما انا ايش نسوي؟ يعني بنستقبل الناس اللي بيعزونا من ثياب ملونه، ايش بيقولوا؟ بيقولوا نحن ما كناش نحبك يا سهير. انا مريضه مريضه بموت. شوفوا 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 كيف تتماوت بنت اخر الزمن. وحدك تصل ظفري ولا عطست لي عطسه، انقدرت اسبوع فوق الفراش. الله يرحم ايامنا يا خيزران. كل زمن ولو ناسه يا حبيبتي. ها عندك اني 14 واثنين اسقاط، واني اقول للارض دقي. الحمد لله. ما شاء الله ما شاء قديمي. الله ما شاء الله. بس ويني نفسك؟ الدنيا دي اليوم تن الا وبا يمه. فعل الله ولا فعلك. نعم خليكي بعيد، نصيحة، انتي حرمة كبيرة جالسة من نفسك، ما حد بينفعك. يلا يا اختي انا بمشي، كان نفسي ابوسك يا خي زرانة، بس مش عارفة، حاسة انك انت كمان مجرسة. ما عايشة من ايام حرب الضماميط، ولا حتى مرضت مرضى واحدة. راسي راسي. سقطت حبيبك. واخيرا واخيرا افتقشت. دكتور، متأكد أنت دكتور مسعود أبو الخدود؟ أيوة أنا. طيب فينهم؟ اسم منهم مسعود منزوع الخدود. اسمع علينا ما علينا يا شادي، مريضة مريضة بموت بموت. دحين من المريض؟ أكيد أنت. لا لا أنا الحمد لله متعافي، ما في بش حاجة أسأل حتى. إذا أنت على دكاء على دكاء في بدر الرجال، شفتي كيف اكتشف أنك أنت المريضة؟ والله كلهم يقولوا الكلام هذا، مش لوحدك بس، كلهم. أنا المريضة يا دكتور، أنا المريضة اللي بموت. ومن ايش شكي يا بنتي؟ امس كنت احس بصداع وجسمي وقعني وغاتي. الله يقر فيك. بس خلاص خلاص تحسن تحسن. بصراحة زوجتي تحسنت. لا 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 لا، ايش تحسنت؟ المرض يعطيك هدنة، لكن عمره ما يوقف الحرب. طيب تفضل يا دكتور، هذه الفحوصات كامل اللي عملناها امس في بيك كل الاشياء. صدق انك زربت لي ديني، ايش من الفحوصات وايش من امس؟ امس لامس واليوم لليوم، احنا عيال اليوم زي ما قال المثل. كل يوم لي شمس وريح. شمس وريح. في قبل نود الدكتور،
دكتور حاول تكتشف الموضوع لانه وتستفيد من هذه الفحوصات، لان احنا عملناها ب 12000 ريال يعني حرام حرام. يا ابني فهمنا فحوصات امس لا هذيك الحاله، وشوف الفحوصات زي البابا لو جلست من امس لليوم تحمض تخيس. شمس وريح والأنباغة ايش الموضوع؟ شادي اساله معه ديرك نفسي بديرك الساعه ديرك بالساعه. يا دكتور انا ايش كنت شينا اطرح الفحوصات داخل الثلاجه عشان ما تخيسش. يا ابني فهمنا فهمنا. انا اشتي مصلحتي، قصدي مصلحتك مصلحتك. يا دكتور انا بموت بموت، مريضه مريضه بموت. دحين انت قلتي لي من ايش تشتكي؟ اني دوخه وراسي وقعني وجسمي جسمي والم بالبطن. الم بالبطن؟ الم بالبطن؟ ايش في؟ حالتي خطيره يا دكتور، انا بموت بموت يا جادي بموت. ايش في يا دكتور ماله؟ اتاكدي يا بنتي الالم بالبطن ولا في القلب؟ ايش يعني في فرق بالموضوع؟ اصلا حالته زي حاله شخص اقلنا قبل شهر. تاكدي اذا كان تاكدي الالم في البطن ولا في القلب يا بنتي؟ تاكدي تاكدي. هو يمكن يكون بالقم، بس اللي اعرفه انه بطني كلها توقعني. ده دكتور مش ضابط مباحث يعني تغير اقوالك كذا بسرعه. دكتور تاكد يعني ايش الموضوع بطن وقم؟ لا لازم نتاكد، لانه اذا هي حالتها حاله كسر في الاضلاع. كسر في الاضلاع؟ صار عيمين داخل البيت. لا 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 يا دكتور ايش من كسر بالاضلاع مالك؟ انا لا تحصت ولا تحنقلت ولا ضربتني وانت يا شادي. بدل هالحكايه مش حكايه مضربه ولا لا، الموضوع انه انت تشربي مي. لا ابدا، كيف نشرب مي؟ احنا المي ده ما ندخلوش البيت، احنا يا نشرب غاز يا نشرب بترول. قصدي انه تشرب مي بارد. عشان كذا يستوي يعني تضارب والم ويتعطل الجهاز الهيدرولوكي البرادي في الجسم. سكري رجال ميكانيكي. ايش يعني؟ ايش يعني اني بموت بموت يا دكتور؟ لا لا احنا بنحاول ان احنا ننقذك وبنعمل علشانك الحل. طب ايش اللي بنفعله الان يا دكتور؟ ايش اللي تقترح علينا؟ بعطيك ورقه تعمل لها كشافه. حد احنا بنسوي كشافه كمان يا دكتور؟ ضروري الكشافه هذه. هات هات هات. ولازم تروح تشيل هذه الورقه وتروح نفس المكان، نفس الكشافه اللي كتبت لك عليها. يعني في نفس المكان نفس المختبر؟ نفس، لا تروحش اي مكان غيره، عندهم اجهزه حديثه وبيعملوا لك كل الكشافات اللي تشتري ان شاء الله. اسمع الكلام يا شادي، خلينا نروح نعمل زي ما قال، ويمكن يطلع كلامه صح. يمكن يطلع كلامه صح، مع انه انا عارف انه ولا بيفيدك حاجه، لانه انا داري ايش علتك. الموضوع يا سهير. الله معكم. شوفي كيف. صراحة يا سهير أنا الدكتور هذا ولا ارتحت له. عم ضروري ترتاح له، ايش لك منه؟ خلاص اسمح احنا بالناس بوني مريضة مريضة بموت أنا. قوم شوف مين. قوم افتحي أنت الحرمة. أنا مريضة مريضة بموت، روح شوف مني دق. طيب طيب طيب. شادي. طيب لحظة لحظة خالة لحظة. عفكم كنتوا دحين تهدرون. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيفك يا شادي؟ الحمد لله، كيفك أنت؟ الحمد لله. تفضلي تفضلي ما تفضلي. الحمد. أو 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 إيش ذا؟ مالك يا سهير هكذا ضعيفة؟ مالك ضعفتي كذا يا بنتي؟ أني؟ إيش اللي حصل لك؟ لا من... أكيد عندك مرض خطير. من صدقك من صدقك يا قد أكيد تهبل تهبل تتهبل. ولا في بك حاجة ولا ضعفتي ولا شيء، عندك كم نكمة البقرة سمنت سمنت الأيام. أيوه أيوه أنا سق البقرة سق البقرة. إلا قولي يا ابني مالكم تسبوا للدكتور طريق طريق، طلعتوا الدرج تقريوا تقروا أنتوا تسبوا للدكتور، إيش سوابكم؟ ما شاء الله حنبة هنا بالقوف أنا. أيوه أصلا رحنا عند واحد دكتور الله لا وراكي خندريشة والله كذا مرقوقة. وش ودعكم عند الدكتور؟ وأنتِ اللي قلتي قد تحسنتي. ايوه ايوه تحسنت، بس الدكتورة ديك حق النساء والولادة قالت لازم نروح عند الدكتور ده المتخصص. ايوه وش سوى لكم ده المتخصص؟ قال انني عندي كسر بالكشاب. يا ساتر يا ساتر، ايش سويت بنت الناس؟ حرام عليك كسرت لها الكشاب، حرام عليك يا ابني الله يحرقك. هيا هيا شوفي شوفي الحنابة شوفي الحنابة. لا لا الدكتور قال انه نعمل كشاب تتكسر نفوسهم. أيوة. لا الا لا نعم لما الواحد نعم يشرب مي بارد. لا هذا أول مرة أسمعها يا ابني. ما قد حصل أن إنسان شرب ماء بارد وتكسرت قشايبه، الناس كلها تشرب ماء بارد. قلنا أقول لك واحد مرقوقة
وش وداك عند هذا المرقوق؟ ايش اللي وداك يا ابني؟ خلاص ان شاء الله دحين بنسوي له الكشافات وبنشوف ايش بيقول. ايوه قد سوينا الكشاف، انت كمان خطاريش سويناه وقبناه، وبكره بنروح عنده ان شاء الله عشان نقول ايش فيه بي. ها اسمعي، لا قدك بقى تموتي قولي لي، زكني علي وباقي، اما ذا الحين شوفيني طالعه فوق عند اصحاب فوق بطلع. مع طب الله. باصبر علي. شادي. نعم اني بموت. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا رب. حنين امك وشادي، يعلم الله كم قد خسرناك. الحمد لله الحمد لله، ما انا تمام الحمد لله، انت كيفك؟ الحمد لله يا ابني، الله يبعد عنا المرض. امين يا رب امين. كيف حالك يا دكتورة؟ شادي؟ أنا لست بدكتورة. أنا طبيبة، أيوه، وزي ما يقولوا بعض الأطباء إن نسبة بس يا نسبة الأطباء ونسبة مالك مالك، هدرت الكتب والحاجات دي بس. مالك؟ مالك كده على البنت؟ خليها تقدر على راحته. أيوه بنت الله مثقفة ودكتورة. أيوة. وتتكلم كده على مزاجه. أيوه وعلى عينك دكتورة. دكتورة عراري وبساس. لعلمك يا زوجة أخ القتيتة، ها؟ معالجة الحيوانات هي من أنبل المهن، أيوة، وخاصة في الدول المتقدمة. والله ما القتيتة إلا أنت. ولو خد أنت فاضية انزلي تحت القلي، في بسة مريضة بتموت، في بسهال. أندوب الخيب. لقد بتعالج بسس، ليش عادت تنزل القلي؟ لقد معنينا بسة كبيرة تعالجه. شادي. أنا مريضة مريضة بموت، أمك تسب لي. خلاص بس بس ملا بس المناقرة. لا لا أنا لو جلست هنا بنقلت، خليني أروح، راسي مريضة بموت. هسك خلينا نروح. أيوة ارتاحي لك ارتاحي لك أحسن. مالك يا شادي مالك كذا مالك يا ابني؟ وجهك مخروط، إيش فيه؟ إيش اللي تعبك يا ابني؟ بس لو أقول لك والله أنا من دكتور لا دكتور، مستشفى لا مستشفى، مختبر لا مختبر، خسران 40,000 عشانه. أو يقنعك 40 إيش يا مساوخ؟ مالك أنت أساساً إيش يوديك عند الدكاترة؟ إيش يوديك؟ إيش ما تعرفش الدكاترة حقد اليومتين؟ مالك ما همهم ولا عملهم إلا بس لا جزل فوق عباد الله. أمه أعترض، ليش يعني دائماً تحطوا السبب لنا نحن الدكاترة؟ ها ليش ما تكونوا أنتوا السبب؟ أنتوا الذي ما تهتموش بصحتكم، ليش؟ ده عليك محروقة وعادوا كمان نقطة نظام. أيوه يا قومي لو أنت فالحة ودكتورة قومي عالجي مرض أخوك بدل ما تخلينا أتقعقع من هنا لهنا وأخسر فلوسي. أيوه والله فكرة يا شادام. أيوه عالجيها. يلا فعل تجارب، ايش رايك؟ تمام تعلمي وما تتسكها. انا نسكها مني بزوجك احسن مني وبتشوف انت. يلا يلا قومي عالقي مرات اخوك، ايش عليك جالسه تسوي؟ يلا طيب. الله يحرقك الله يحرقك يا فطوم، انت وبنتي حق ما خويتوني، نعمني ناقصه، دراسي وقعني، انا مريضه بموت، لكن الله يخويك من عنده. أوه يا راسي. ايه مو قابك انت كمان؟ ايش قابني؟ اجيت عشان اقوم بالواجب الانساني القومي، وبعدين انت لا تنسيش انك انت زي اختي. هاتي من الاخير ايش تشتي؟ بصراحة انا اجيت عشان اعمل لك الفحوصات الطبية الضرورية واسننك. سننني؟ ليش غنمة؟ بعدين انت ايش عرفك بالفحوصات؟ لا 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 يا سيدة سهير، لا تنسيش انه انا دكتورة، ايوه، وادرس كلية الطب. انا مش ناسية، بس اللي عرفوني لك 4 شهور، يعني ما تعرفيش من الدكتورة نص حرف حتى. الكذب، مين قال لك هكذا؟ انا ما شاء الله عندي خبرة، ايوه، وما حد بيعالجك الا انا. لا 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 انت ما تجيش تعالجيني، انت تزيدي تمرضيني. راسي مريضه بموت، انا بموت. لا 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 اسمعي، انا قبل هذا كله لازم اسالك عده اسئله، تمام؟ واني بصراحه بعمل الذي بقدر عليه، ايوه.
طيب اسمعي. اول سؤال وباختصار، ما هي وكم درجة حرارتك؟ درجة حرارتي؟ العظمى ولا الصغرى؟ لا لا، درجة حرارتك. اه حرارتي والله شوفيها هي معتدلة شتويا وممطرة صيفا. طيب والسؤال الثاني، كم عدد قارات العالم؟ لا لا لا، انت يا جايتي تعملي عندي حصه فيزياء ولا تعالجيني؟ قومي كده قومي قبل ما هبلك بالبالدي. لا لا، انا اجيت ايوه اجيت عشان اختبر معلوماتك وقدراتك العقليه، ها عشان احلل مرضك واعرف المرض السلالي. لا لا، انا غبيه غبيه غبيه، انا غبيه، لا تحلليش، قومي روحي. لا لن اكمل بعد، باقي السؤال الثالث. ايوه، ما هو موعد الهجري للطيور في القطب الشمالي؟ أنا بقول لك. إيش؟ قومي وأنا بشرح لك. قومي. ما لك جاوبيني. قومي وأنا بجاوبك الآن. طيب ما لك جاوبيني الآن. موعد شوفي أمّا، أنا كده مقرر، إن شاء الله مقرر قدنا. إذا كان ولد بسميه حليم، أنا اسمه بي. إذا جت بنت قد أنت داري يا أمّا، داري سميه حليمة. إيوا، وليش مش فطم؟ لا لا، قول يمكن أنك تسميها شفيقة، داري يعني. لا لا ماما، لا ما فهمت لك أنت يا حنين الحين. خير؟ بشرين، سبع الله ضبع. أكيد بتعرف بنتي دكتورة، ما شاء الله ما شاء الله، أحسن دكتورة. إيوا. زوجتك تعاني من متلازمة الدواوين، ايوه، الذي تسبب فقدان في النخاع الشوكي. خلاص يا نخاع شوكي هبيل المختصر، زوجتي بتتعالج ولا ما بتتعالجش، ولا اوديها بيت اهلها واشيل الضمان حقها وارجع بياسين. لا عليك لا عليك، انت شو الهادي، وهذه الورقه في بكل الادويه، حق المرض حقه، روح جيب له وان شاء الله ان شاء الله بيدي اني بتتعالج. دحين يعني دي كل الادويه 60 دواء كتب لها، شوفي يا امه. تمام يلا عدي يلا انها عاد اختصرت، اكيد زوجتك دخلت بلاوي كثير. كثير متلازمة ايش؟ الدواوين. يا جماعة عندي لكم خبرين. الخبر الأول سعيد، والخبر الثاني أشك منكم سعيد. شكرا لك سعيد، صراحة عرضة. هبلي أخبارك، سعيد ولا سعدان ولا مسعود؟ هبلي الخبر السعيد إنه أضلاعي ولا في بهم أي شيء. الحمد لله طلعت سليمة. مشي خلاص، خلينا نروح. مشي لحظة إيش مشي؟ الباقي الخبر الثاني ما قلت لك شو الخبر الثاني، خليه لك، نحن ما نشتوش، نحن شي السعيد. لا لازم تعرف الخبر الثاني إيش اسمه. إيش هي يا بنتي؟ لازم تعرفي إنه في بك عيب خلقي في القلب، معناها انه في بيك ثقب، وهذا باين في الكشافه شويه. يعني ايش؟ يعني اني بموت يا دكتوره، اني بموت يا جادي بموت. لا بتموتي ولا بستوي بك حاجه ولا في شيء. امشي خلينا نخرج، ده لو جلسنا عنده قليل بيطلع في بيك شلال اطفال وكزاز وحصبه. امشي. لا 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 لا، انا ما بخرجش من هنا لما اعرف ايش في بي. انت اصلا كريه لما اعرف ان انا ما اجيبش جوال وما اخلفش عقيمه، شيني اموت، اني بموت يا جادي بموت. انا بعمل لكم شويه فحوصات، ولازم تعمل لي ذي الفحوصات، وان شاء الله بنتفادي اللي فيها من الثقب هذا اللي فيه في القلب، وتروح المختبر هذا، ونفس المختبر المحدد داخل الورقه. ما بسويش ولا اي فحص، مش معي بياس. ها مش معي بياس، ذكر اكلمك بنت الناس، خزمه هنا ومشله هنا وانتهى الموضوع. ماليش دخل ماليش دخل، بتعمل لي فحوصات انا بتعمل لي فحوصات، انت تجيني اموت، صحت تجيني اموت. امري لله، هات. وتروح نفس المختبر اللي قلت لك عنه. ما بروح نفس المختبر، بروح عند مختبر صاحبي. تروح نفس المختبر، وإذا ما عجبكش لا ترجعش ثاني مرة لعندي. تحرك. نفس المختبر يا شادي قال لك؟ يعني أنت إيش؟ لو تخيل إني طلعت حامل وفي بي ثقب بالقلب. حامل؟ قومي خلينا نروح. خذ معك كشافة. راسي يوجعني، أنا مريضة بموت يما. طب المدة دي كلها ساكتي يا بنتي، ما تقوليليش إنك بدي الحالة. أنا قلت لشادي لا يقولكش عشان ما تقلقيش، وداني عند الدكتور مسعود أبو خدود ووجهه، ولا حتى في مخد واحد. زوجك ده المقحزز، منه ولا قليب، فين راح؟ راح يجيب لي الأدوية،
كتب لي جونيا جونيا علاجات وإبر. طيب إيش قالوا بالفحوصات؟ إيش طلع؟ مدري إيش الفحوصات اللي عندك بالخانة شوفيها. إيش شوفها يا بنتي؟ شرفني أني بنتي أني دكتورة أحاسيس ومشاعر وأسلاك وكويرات وحاجات كذا كلاكيع. صح أنت دكتورة مجاني، ليش درايك بالعقل اللي زيي؟ يا بنتي مالك، المجانين اللي يسيبهم دول احسن ناس، لولا المجانين دونا يعني بصراحه ما كنتش بسوي، كنت مش عارفه دونا لهم الفضل انه سمعتي وصلت لجيبوتي وضواحي مقديشه. ايش تراك انت بالمجانين؟ عشان كده الحرب ولا وقفت عندهم. مش منك اصلا، مش منك ومن زوجي هني قدني. اقول لك من البدايه مالك منه، مالك منه، ما صدقتينيش. لكم مفاجاه. ايش الان؟ الان بخليك تقومي من المرض. ادخل. راسي نايت. يا راسي بنتي حبيبتي قلبي روح. وعدك هناك هناك، اجلس هناك. المجنونة هنا، هذا البلد حتطر. اسمع اسمعني اسمع. وقالت اسمعين، انا لما نشوفش الغرام كله يجي يجلس يلعب بعقلي. واضح الحين انا مريضة يا بابا هموت. انت دخلت ويداتك فاضية، كان نفسي تدخل بيدك كيس تفاح ولا كيس اناناس، نفسي باناناسة واحدة قبل ما اموت. يا بنتي انا بصراحة كنت بايب تفاح، بس قالوا لي انه فيه سم قاتل حق المبيدات هذه الحشرية. لو كنا نعرف كنا بنجيبه عشان الجماعة على طول يلقون بس سم قاتل يقتلهم إن شاء الله. أو يا فدوبك فدا، فدوبك فدا، إن شاء الله أنت تموت يا فدوبك فدا. نموت نموتش أنت وأهلش وقبيلتش على تموت. الموت أنا هو اللي يفر مني يعني. يا سهير أنت بتكتي الآن، أنا عشان أتزوج أنا وأكون الوريث الوحيد. ياسين علي، ان شاء الله انت وابوك وامك والبقاله حقهم. ان شاء الله انت وامش وخوش ونكبركم بيوم واحد. ما شاء الله ما شاء الله، يعني زحمة عندك تقول مطار. شكرا الله. هات يدك هات، تقيس لك الضغط، يمكن يكون في بك حاجة ولا شيء. لا تقيس ليش الضغط ولا في بي حاجة، شو لنا قملة أنا ومرتي. خير تفضل يا دكتور. ها خير إن شاء الله؟ كل خير. طيب شل هذه الورقة، تعمل فحص الآن سريع وترجع لي الآن بسرعة. شو الثاني مرة فحص كمان؟ الآن فحص هذا على ما أشوف أنا كشفت الرنين. إيه فرقين. خير يا دكتور؟ الحين كويس. شوف حالتي مستقرة وما فيهاش أي حاجة، يعني ما فيش أي حاجة؟ سليمة 100%. بعد الفحوصات دي كلها اكتشفت أنها سليمة؟ كله الآن اكتشفت، بعد الكشافات بعد الفحوصات اكتشفت أنها سليمة. بس لحظة. إيش في خير؟ الورقة دي عاد أنا ما شفتها. عاد غريبة عليك. لحظة. إيش فيك؟ ايش في دكتور؟ ما كلمنا اولا. جهزوا له غرفه الانعاش سريع الان، بس يطلع لكم مريضه.
ما بطلعش اي مكان عندنا اكلمك. اطلع غرفه الانعاش الان، الحاله خطيره جدا. طيب ما انا اقول لي ايش فين؟ الحاله خطيره الان، اطلع غرفه الانعاش. شادي وديني غرفه الانعاش، انا بموت بموت بموت. الانعاش دي عمري ملاهي، ما فيش غرفه انعاش. امشي شادي، انا عمري ما شفت غرفه انعاش، خليني لما اموت ادخل غرفه الانعاش. اقول لك ده كله هبال، طلع ما في بيتش حاجه. امشي خلينا نروح. شادي ايش؟ وديني غرفه الانعاش. يلا اللي بعده.